نوع الخشب. عايز اشوف الحاجات الكتير بقى اللي قدامك دي. يعني قبل ما نروح للحاجات ديت خلينا برضو نروح لنوع الخشب. نوع الخشب بيتقسم لثلاث اجزاء. انا دايما كده مقسم الخشب المستخدم لثلاث اجزاء، الا وهو جزء اللي هو خشب جديد. الخشب الجديد دوت مثلا زي شركات مثلا الجودوود او الفنيه، تمام، ده خشب جديد مجفف، تمام كده، ممتاز جدا. بنصح طبعا ان احنا لو هننفذ ننفذ بخشب كونتر يكون كبس جديد زي جودوود او فنيه، تمام، لان دوت عمره طويل. في برضو خشب تاني جديد، خشب تاني بس الكونتر احنا قلنا بنقسمه لتلات اجزاء، جزء جديد وجزء والجزئين التانيين قدام. بس عندنا الفنية والجودوود دول كبس جديد، وعندنا المميز والمحسن دول كبس قديم. وانا ما بنصحش ان احنا نشتغل بيه، لان المميز والمحسن دول اول حاجة هو خشب قديم، تاني حاجة عمره طبعا قليل جدا، طبعا تالت حاجة ان هو سيء، رابع حاجة ان هو ممكن يسوس، تمام. فانا مش بنصح بان احنا نعمل مطبخ يكون الكونتر بتاعه محسن او مميز، فانا مش بنصح بيه جدا يعني. عشان خاطر الحشو الداخلي. ده انت عشان الحشو الداخلي بتاعه قديم، كبسه قديم، خشب قديم. خشب قديم بقى، وانا كنت قلت قبل كده ان يعني ايه كونتر محسن ويعني ايه كونتر مميز. كونتر محسن وكونتر مميز يعني خشب مسلح قديم متهالك، بياخدوه بيعملوا بيه الواح الكونتر دي، تمام. لكن الكبس الجديد بقى، كونتر زي الجودوود او الفنيه، ده كبس جديد محترم جدا، كبس جديد ومجفف كمان. حلو ده. طيب عايز نروح برضو النقطة ايه الفرق بين المجفف، عشان الكلمه دي بنستخدمها او المصطلح ده بنستخدمه كتير. ما هو ممكن برضو يكون جديد ومش مجفف، ممكن الخشب يكون جديد ومش مجفف. هل ده هيسبب لنا مشاكل او ايه العقبه اللي ممكن تقابلنا؟ لا طبعا. المشكلة اللي ممكن تقابلنا لو الخشب جديد أو مش مجفف، تمام، إن ممكن حضرتك يحصل فيه شروخ أو تشققات، أو ممكن يحصل فيه تسوس. ده ممكن يبقى ناتج إن الخشب دوت مش مبخر حتى لو هو جديد. يعني خشب جديد حلو جدا، تمام، لازم يبقى خشب جديد اللي احنا بنشتغل بيه، دي حاجة ضرورية ومهمة جدا. بس في نفس الوقت لازم يكون الخشب الجديد ده خشب مبخر، يعني مش يكون جديد بس، خشب جديد مبخر. مبخر يعني مجفف، ما فيهوش نسبه اي نسبه من الميه او الرطوبه، علشان بعد فيما بعد طبعا عشان فيما بعد ما يحصلش ولا تشققات ولا شروخ ولا تسوس. طب عايز اروح بقى نروح بقى لنقطه جزء الالوان. طبعا الالوان بقت بقى كتيره جدا، مفيش ده زمان، ما فيش بقى زي زمان. هو كان لون محفوظ وخلاص. الموضوع بقى احلى جدا. وبقى هنا بقى دي كارتلات فيها كل الالوان، سواء بقى الالوان الفواتح الالوان عموما بكل درجاتها. دي حاجه. في كمان معانا الوان زي الالوان الخشبيه، يعني في الناس اللي بتحب الالوان الخشبيه. وفي منها المط وفي منها اللامع. اللامع ايوه كمان. دي كلها الفروميكات. في هنا بقى الحلو في الموضوع ان في ملمس، الملمس بيديكي كانه ملمس خشبي، او مع انه فروميك، ولكن الملمس بتاعه نفسه خشبي. ده نوع. وفي نوع تاني بيكون اللي هو اللامع. دي من الانواع الخشبيه المط. دي برضو من الالوان الجميله جدا برضو. فعايز اقول لحضرتك ان موضوع تمسك لنا واحد يعني امسك لنا كده واحد نركز عليه كده قدام الكاميرا. تمام. ايوه مثلا ممكن لو هيعمل كده ويجيبه اللي بو كده. تمام تمام. دي الالوان بقت كتيره وبقت متعدده. وبقى سهل جدا ان انا اختار. هل اختار الالوان المط، ولا انا عايز الالوان اللامع، ولا انا عايز الالوان الخشبيه؟ فالموضوع بقى فيه سهولة جدا في اختيار اللون وفي اختيار الديزاين. الموضوع بقى مختلف جدا عن الأول.
طبعا بقى في اريحيه يعني كبيره جدا في اختيار الالوان واختيار الاذواق. طبعا اكيد زمان كنا مرتبطين ب هم كم لون ديزاين معين كده اهوت هم اللي موجودين والباقي لا. لكن الحلو والجميل في الـ في الـ في الخشب الجديد ده انه طالع منه المط زي ما قلت واللامع، وطالع منه اللي هو الملمس الخشبي، وطالع منه كل يعني كل ما هو جديد وممكن تلاقيه موجود. طب وطبقه اللون دي ما تعملش عايزه بطبقه الحمايه؟ احنا عايزين يعني دي ما تعملش اي مشاكل خالص، ما تجرحش؟ ما احنا لسه بنقول اهو اهم حاجه في الخشب المستخدم للمطبخ ثلاث حاجات، ثلاث نقط. ان الخشب اجيب خشب جديد وانا بتعاقد مع المكان اللي انا بتعاقد معاه يكون خشب جديد مجفف، يكون مقاوم للميه، مقاوم للحراره، نوع الخشب مقاوم للميه ومقاوم للحراره، لان دي حاجه هتفرق في العمر الافتراضي بتاع المطبخ نفسه. أكيد.